السلام عليكم. البارحة كانت ليلة صاخبة في بغداد على أصوات الرصاص في حي العامل نتيجة مشاجرة بين مجموعة من أفراد سرايا السلام وعصائب أهل الحق، تطورت إلى مواجهات توسعت لتشمل قوات الشرطة الاتحادية وبعدين السيطرة عليها قوات الأمن بعد تدخل قائد عمليات بغداد ووحدات عسكرية أخرى، فيما شهدت قصفا أمريكيا جديدا لمقرات الحشد الشعبي في بابل وواسط أدت إلى استشهاد منتسب وإصابة 18 آخرين بينهم مدنيين. وزير الدفاع الأمريكي قال إن هذا القصف هو رد على الضربات اللي استهدفت قاعدة أربيل الجوية وأصيب فيها 3 جنود أمريكان في حالة حرجة. بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أدان قصف القوات الأمريكية لمواقع عسكرية عراقية تحت عنوان الرد. الحكومة اعتبرت ما حدث فعل عدائي واضح وغير بناء ولا يصب في مسار المصالح المشتركة طويلة الأمد ويعمل بالضد مما هو معلن من رغبة الجانب الأمريكي في تعزيز العلاقات مع العراق. طبعا هذه المرة الخامسة اللي تتعرض بها مواقع عسكرية عراقية إلى قصف أمريكي يواجه ببيانات استنكار من جهة وقصف أمريكي في العراق وسوريا من قبل المقاومة من جهة أخرى. فهل يمكن إيقاف هذه الاعتداءات الأمريكية المستمرة وكيف يمكن للحكومة موازنة موقفها بين الحفاظ على علاقاتها مع واشنطن من جهة وفصائل المقاومة من جهة أخرى؟ أرحب بكم في حديث العراق لهذه الليلة وأرحب بضيوفي الدكتور غالب الدعمي الباحث في الشأن السياسي والدكتور حيدر البرزنشي الباحث في الشأن السياسي والأستاذ محمد الشمري عضو مجلس النواب العراقي. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم، حياك الله أستاذ غالب. حياك الله. حياك حياك الله دكتور. حياك الله دكتور غالب. بارحة شنو القصة اللي حثت في حي العامل؟ يعني مشاجرة بين جماعة قاعد يسبون صور، يجون جماعة يقولون لهم لا تنصبون الصور، وبهالسرعة تتطور القصة إلى قضية اشتباكات مسلحة وإصابة شخصين واشتباكات مع الشرطة الاتحادية. شنو القصة؟ وين وصلنا إلى أحد؟ تحياتي إليك والأخ الدكتور حيدر البرزنشي وإلى ضيفك الآخر السيد الشمري وإلى ضيوف جمهور قناتكم. أكو روايات متعددة طبعا. الرواية الأولى اللي تحدثنا بها أنا وياك في وقتها أنه على أساس جهة العصائب تسميها بمسمياتها تنصب صور للشهيد ابو مهدي المهندس وجو السراي يقول لهم لا تنصبوها. روايه التيار الصدري لا تماما تختلف. يعني معلوماتي انه التيار الصدري ما اعتقد يفكر بازاله الصوره للسيد الشهيد، مستحيل. يعني السيد ابو مهدي المهندس الشهيد رفع صور لمشاركين في الانتخابات وتعليق بدلها أعلام عراقية أو صور تخص التيار الصدري كمنشورات كما هي العادة في كل العراق، كل الجهات السياسية تعمل هذا. فتطور الأمر وحدثت الاشتباكات على أنه التيار الصدري لا يملك سلاح، وربما هناك من يدعم هذه الفكرة باعتبار هناك جرحى من التيار الصدري وليس من الطرف الآخر. اللي أكو من الشرطة الاتحادية أيضا. إي هاي لاحقا ربما تطورت، ربما دخلوا، لا أعلم بما حصل لاحقا أنه هل تدخلت سرايا السلام لهؤلاء الذين كانوا يرفعون صور المرشحين وينصبون صورا تعود للتيار الصدري أو أعلام عراقية، لا أعرف. لكن الأهم من هذا كله أقول هناك شحن غير طبيعي يشبه الشحن الطائفي السابق اللي بين هذا المكون وهذا المكون. الآن الشحن داخل المكون الواحد وبين المذهب الواحد وفي المنطقة الواحدة، وهذا ليس في صالح الجميع، الجميع خاسرون. أنت تعرف ربما قاعدة فقهية أصولية تقول في التعارض تساقط، كل الطرفين إذا استمر في هذه الطريقة ليس لا في صالحهم، لأنه إحنا الآن نستنكر العدوان الأمريكي ونسمح لبعضنا واحد يقتل الثاني. يعني شلون نفسر هاي؟ خلونا نستنكر هذا. يعني أنا أشوف القتل الداخل المحلي أبشع من القتل الأمريكي باعتبار القتل الأمريكي واضح عنوانه، وهذا قتل. يعني واحد يقتل ابن جلدته، ابن مذهبه، ابن دينه، ابن وطنه، لماذا؟
من اجل منصب مثلا، من اجل انتخابات، من اجل ماذا؟ يعني انا اشوف هذا اللي يصير ليس في مصلحه العراق وليس في مصلحتنا كشعب، وبالعكس سيلقي بنظره برؤيه جديده يجعل الناس تنفر من الجميع. زين، منو اللي قاعد يشجع هذا الموضوع؟ فانا اشوف فيديوهات ربما انت تشوفها مو طبيعيه، شحن مو طبيعي، حسابات في التويتر تتكلم كلام غير صحيح، بس هل هو من العراق؟ هل هو من خارج العراق؟ في الفيسبوك هذا يسب هذه الجهه، وهناك حساب اخر يسب الجهه الاخرى، والتعليقات بالالاف، يعني تصور تعليقات والاعجابات بالالاف، ويحدث سجال بين المغردين او بين المعلقين في داخل الحساب الواحد، وشوف الحساب ينمو نمو مو طبيعي، وبين الاطراف هذا يتكلم بكلام غير صحيح وخارج حتى عن الذوق وغير مهذب، وما يتحدد بجهه بالمناسبه، الجميع هذا يشتم هذا، هذا يشتم هذا. هل تعرف هل هم فعلا هؤلاء حقيقيين حقيقيون ام وهميون؟ ام هناك يعني اشخاص هم فيما بينهم حسابات وهميه تغذي الفتنه وتزيد الصراع بين هذه الاطراف؟ انا اعتقد واجب الان على الجهات الماسكه واللي هي تعنى بهذا الامر والتي تقود هذه الجهات ان تنتبه يا جهات يا جهات العصايب والتيار الصدري اثنينهم؟ طبعا اثنينهم، خلي ينتبهون نفسهم، مو صالح العراق هذا الذي يحدث، لان هم اجوا يقولون احنا نريد ننصر الشيعه. طيب شو صار؟ يموتون الشيعه يصير؟ خل انا قلت لك الامريكي خلي باعتبار عرفه شنو هدفه وشنو كذا، لكن انت انا اموت بطلقاتك ورصاصاتك اللي انت يفترض تحميني بها، ليش الناس تموت بالبصره بكربله بالنجف ببغداد؟ يعني معقوله غادرنا داعش نجي سلاحنا المحلي الاهلي اللي على اساسهم خلينا ندافع به نتقاتل به؟ زين، من هذا الخطاب شو تقول دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه طيبه لجنابك وللدكتور ولضيفك الكريم. شوف يعني اولا من المتوتر؟ يعني من الموتور؟ قياده عمليات بغداد يعني بحسب مصادر رسميه انه جرح واحد فقط بالشرطه الاتحاديه. ماكو اصابات لا عند الاخوه في التيار ولا عند الاخوان في العصائب. وهي اقل ما يمكن ان يحدث في طلبه عشائريه، يعني ما صار ذاك، بس الاعلام كبرها وصورها صور واستعراضات هي شوف اسلحه ومدنيين بنص الجيش. صحيح صحيح، صير هاي هسه اذا احنا كنا بناء بلد ونعرف علقه حي العامل ورصاص واطلاقات. شوف دكتور احنا اكو مشكله حقيقيه، اكو ازمه مو وليده لحظه، مو وليده الان، صار لها تقريبا سنوات منذ تاسيس الاخوه في العصائب، وصار لهم اسم وعنوان، اكو حساسيه من هذا الاسم من الاخوه بالتيار، مشكله هاي يعني. بالتالي صارت اكثر من مره، ونتذكر من صارت في محافظه ميسان بالعماره، وصارت مره في بغداد، وصار تعرض على بيوت الاخوه القياديين في العصائب وضربوهم بالرمان لبيوتهم وهددوهم. هذه يكون يفتهم الطرف الاخر انه هذا انت جاي تاثر على مجتمع كامل، جاي تاثر على بنيه اساسيه، رفع صوره الشهداء القاده بشنو يستفزك؟ طبعا ما اقصد الاخوه بالتيار، اي شخص كان. زين، كل الدنيا كل الامم تحترم وتعظم وتجل وتكبر شهدائها وعظمائها. اما انت الان تجي والله حتى لانه فلان علق صوره، ما يعني مو منطقيه. هسه روايه يقول لك ها صوره السيد الشهيد، يا اخي ما هم العصائب منين؟ يعني هم اغلبهم مقلدين للسيد الشهيد رحمه الله ورضوانه عليه. ثم انت تريد تستعرض لي بسلاحك، تريد تعوض اكو مشكله عندك، انكسار، اكو مشكله سياسيه، اكو حتى تصدر هاي الازمه الى خارج جسدك السياسي، مو تصدرها على اخوانك، هاي مشكلة. زين، بالتالي احنا ندعو بصراحة إلى التهدئة، إلى الحكمة، إلى الموعظة. أنا دائما نتحدث مع الأخوة مع القيادات يعني أنه هاي مسؤولية أخلاقية، مسؤولية شرعية، عليكم أن تلتفتوا إلى هذه القضية يا أخوان. الأخ تحسين الحميداوي يعني عليه مسؤولية شرعية وأخلاقية، الأخوة قادة الفرق اللي متواجدة في مناطق بغداد، ماكو داعي يجي جاهل من هنا أو من هناك يتحدث له كلمتين رأسا شلتوا سلاحكم وطلعتوا. هذا طبعا الكلام موجه للجميع، لكن للإنصاف
انا ما وجدت هاي القضيه للانصاف اتحدث ما وجدت هاي القضيه. طبعا اكو ناس مجاهدين ترى ما لك علاقه بهاي الهوسه والفوضى اللي موجوده بالميديا والسوشيال ميديا، بعض الجهل اللي يحاولون ياججون، مو انت الطرف الاخر هم يخونك ويكفرك ويطلعك من مله الاسلام، وش تريد انا اقول له؟ هم اخويا سانا بلوى مثل على قولته هنا، مثل مو لطيف بس يذكر مثل تفال السمن. زين مشكله هاي بالنتيجه اكو حكمه اكو عقل، والله العظيم اقسم لك انا سخو هاي اغلبيتها سيد مقتدى ترى ما يرضى بيها وما يدري بيها، وتتذكر اللي هنا يا هنا ما اللي شيل سلاحك وتطلع والله على مصوره لو زيل صوره الشهداء ما يرضى بيها الرجال، اكو اجتهادات شخصيه جاي يصير منين من بعض الاشخاص اللي بالمناطق يريد يستعرض عضلاته انه انا مخلص للسيد مقتدى الصدر وانا كذا وانا كذا، ويحاول انه والله انا كسرت العصابه بفلان مكان. افهم واعلم انت يا فلان يا فلان يا فلان انت ما تقدر تمسح العصائب من الوجود، ما تقدر افهمها زين، ولا العصائب عندها نيه ان تمسحك من الوجود، انتم اخوان ابناء بلد، هذا السلاح بدال ما توجهه لاخوك روح وجهه على المحتل اللي ما شفت من عندك عنده موقف اتجاهه. احنا يوم امس كنت كاسه اكو مشكله، محتل امريكي ده يستهدف ابنائنا في 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 جرف النصر وفي بابل وفي الكوت، هاي يجب ان نتوقف عندها مو نتوقف عندها. انا استغرب صراحه حقيقه مستغرب، اول سنه لشهاده الشهداء القاده خرجت تظاهرات كبرى والاخوان في التيار وجمهور التيار شارك بها، تصويت على اخراج القوات الامريكيه الاجنبيه في مجلس النواب بقرار مجلس النواب، الكل اشترك به الشيعة طبعا وحدهم. خو هاي صوره وهاي صوره يوم امس اللي كذا، هسه انشر لك صوره، انت انشر صوره بتويتر جرب يجي يطب لك، خلي صوره سيد مقتدى لو خلي صوره سيد الشهيد الاول كباب ما اعرف شنو هذا يسب ويشتم. طبعا انا ما اقول ما احمل، ومن يقول هو هذا من يقول هو هذا اللي اقوله الصدري. هذا اللي اقوله اكو اسماء معروفه ومكشوفه يعني معروف بانتماء او كذا، هسه يهمس كذا ما يحكي زين، واكو لا جيوش الكترونيه طبعا هاي حاله سلبيه لدى الجميع يجب ان تنتهي. انا ما ادعو الى انه تكون هاي الحاله الشد، مو بحاله شد، انت عندك مشكله سياسيه لا تجي تصدرها على انها مشكله مجتمعيه زين. هذه نقطه. النقطه الاخرى اذا تقول انه يعني يمكن نتفق وياك انه السيد مقتدى الصدر ما عنده هذا التوجه، لا الرجل ما عنده امانه يعني انا اختلف وياه سياسيا صحيح كذا بس ما عنده. القيادات الاخرى عندهم هذا التوجه للتصعيد ابدا زين، وينهم وين ليش ما يحضرون؟ شلون هذا جمهور مسيطر عليه، قسم من عنده هواي اكو هواي مسيطر عليه، يعني بالنسبه للتيار الصدري عندهم توجيهات نفس الشيء، وبالنسبه للعصائب ايضا عندهم توجيهات. انا البارحه كنت يم شيخ قيس، ليش ما قياداتهم وتوجههم بعدم التحرك بهذا الاتجاه؟ ماكو تحرك، يعني وين هيبه الدوله؟ وين هيبه القانون؟ وين يعني البارحه شفنا الجيش، البارحه شفنا جيش وشفنا ناس مسلحين ما ادري منين بيناتهم. هسه احنا ندعو يوم امس احنا دعينا الى انه الحكومه واجبها والقوات الامنيه واجبها والاخوان في القوات الامنيه ما قصروا زين. موضوع انه اكو حشد شعبي دا يعلق صور صارت قضيه عصائب وقضيه شو اسمه سرايا، مشكله هاي. انا اقول لك بالعكس انا ادعو الى انه تثقيف هاي الناس اللي ياخذها الهوى يمينا ويسارا بمنشور واحد ببوست واحد يروح يحرق لك مقر او يتهجم على كتله سياسيه بعد ما متاكد ايام الانتخابات الي سووا لي كذا ما اعرف شنو على مود نصب الشهيد، بليغ ابو قليل سوى لفت فيلم وتغريده همك كذب. المشكله انه كبار القوم عقال القوم يصدقون البعض من عندهم يسير الهوى، هسه هذا مقصود يريد يغطي به على مشكله معينه داخليه، يريد يغطي به على مشكله خارجيه، هذه يفترض ان تعالج زين. هاي مشكله استاذ محمد دكتور هذه مشكله. انا لا ادعو كل قطره دم عراقيه كل قطره دم شيعيه اي وحده سنيه كرديه بغير وجه حق، وحتى وان كان اكو عندنا دوله مؤسسات دوله يجب ان تحترم. تمام دكتور غالب قال لك اكو شحن من هاي الاطراف، يعني الطرفين واحد يشحن الثاني بالحقيقه. بس دكتور هذا الموضوع تحدثنا عليه في السابق وهذا قاعد يزيد باستمرار، يعني ليش هذا عمليه الكره بين الطرفين يعني هاي مستمره؟ وين راح توصل؟ شوف هي انا ذا اريد احكي بالمكشوف. انت روح تعال خلينا نسوي يعني جرد او نسوي على فد مده اسبوع، نعطي مده
ونشوف من يغرد ضد من. راح نشوف المغردين، أغلبية المغردين اللي هم منتمين للتيار الصدري، حكومة بني العباس وحكومة الكذا وأبناء السفارة يوميا بالجروبات بالتويتر مواقع التواصل. والجماعة طبعا هذا إنسان يتأثر، كيان همي عنده، كل يعني لكل فعل رد فعل. أنت جاي تستفزه هسه، أنا ما أقول الجماعة هم 100%، أكو ناس همين تحاول أن تتجاوز أن تتعدى أن كذا، يحاولون أن يهمسون يجرحون مشاعرهم ببوست مثلا على سيد مقتدى. إحنا شقد نختلف؟ أتحدى واحد في يوم من الأيام أنا شخصيا أو بعض الإخوان أنه حكينا بطريقة بها نوع من الاستهانة أو المهانة لا سامح الله إلى سيد مقتدى أبدا، في حين البقية من يذكر مثلا الشيخ قيس يحاول أنه ما يقيم هاي القضية. المالكي بنفس الحالة، الحج العامري يا أخي مثل ما أنت عندك رمزية تحترمها وتعتقد أنها هي رمزية سياسية رمزية دينية بالنسبة إليك، احترم رمزيات الآخرين. هسا ما أقول رمزيات، أنا هذا قائد سياسي، أنا ما عندي يعني بالمناسبة ماكو قدسية، أكو أداء سياسي، هذا الأداء السياسي أنا احترمه أعتقد بي، ليش ما تحترمه أنت؟ أنت المستفز، أنت اللي جاي تبادر. وأنا بالتالي أقول كل شخص، أنا هاي من هنا أدعو من منبرك القضاء الحكومة، يحاول أن يثير طبعا خصوصا اللي عندهم أسماء معروفة، يثير هكذا مشاكل، هذا حقيقة يفترض يتعامل معه تعامل قانوني. مو أنا اللي أتعامل، بس هو المشكلة وين؟ المشكلة إذا أكو بعض الكتابات، أكو بعض التصريحات، بعض التغريدات تصدر من محمد صالح العراقي أو غيره يوصف هاي الحكومة بن العباس، ها شو تخلي له طيب؟ لو يوصفهم كذا وكذا وكذا، زين هذا الجمهور شو يقول؟ إذا كان صاحب الدار في الدف ناقر فما سمة أهل الدار. زين تمام تمام، حياك الأستاذ محمد الشمري. أستاذ محمد حياك الله. اهلا وسهلا ومرحبا. اولا خلينا نروح على ما حصل البارحه في حي العامل، بعدين ننتقل على ما حصل في بابل. اللي حصل البارحه في حي العامل يعني بحقيقه ينذر باخطار قد تحصل في اماكن اخرى. اسمعني مشكله بالصوت. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك ومشاهديكم الكرام. نعم أسمعك معك أستاذ. الحقيقة ما حصل بالأمس أعتقد كارثة كانت، وتصرف غير مبرر وغير مقبول. الحقيقة إحنا اليوم في المجتمع العراقي لنا قيادات سياسية، السيد مقتدى الصدر هو قائد التيار الصدري زعيم عراقي معروف، السيد الشيخ قيس الخزعلي أيضا قائد عراقي معروف. لي ثقة بأن الاثنان السيد مقتدى الصدر والشيخ الخزعلي ينأيان بنفسيهما عن الدم العراقي بعد المشرقين، يبتعدان بعد المشرقين. حقيقة استباحة الدم العراقي غير وارد لديهما، لكن للأسف الشديد أكو بعض جمهور من الطرفين يحاول أن يؤجج صراع من أجل أن يثبت بأنه ولاء، وأن ولاءه للجهة التي ينتمي إليها. الحقيقة هذا غير مقبول طالما أن القيادتين رافضة لهذه المواجهة، والقيادتين ترفض المساس بالدم العراقي. العمل كان غير موفق وغير صحيح، ونتائجه أيضا غير صحيحة. زين انتم السياسيين شنو موقفكم من هذا الموضوع؟ يعني في مجلس النواب، في الحكومه العراقيه، احنا المفروض دوله قانون، من يعتدي ومن يعتدى عليه المفروض ذولا يوقفون قدام القانون. اللي شفناه البارحه انه انفلات بمعنى الكلمه. سيد الكريم، القانون يحدد مسارات، يحدد مسار المعتدي ويحدد مسار المعتدى عليه. أنا أتحدث اليوم بعراقية بوطنية، يجب أن لا أعتدي ويجب أن لا يعتدى عليه، هذا المفهوم العام. اليوم إحنا المشكلة عندنا الحقيقية المتبنين لفكر، لأي فكر كان،
تشوف القيادة معتدلة، القيادة رصينة، القيادة تعمل بوطنية، لكن من أجل أن أثبت لهذه القيادة بأني معها فأقوم بالاعتداء أو أقوم بسوء التصرف أو بسوء العمل، هذا مرفوض. أما موضوع تسألني كبرلماني، أنا قبل أن أكون برلماني أنا عراقي، أنا يهمني الدم العراقي، أنا يهمني أن يكون المواطن العراقي مؤتلف متصالح مع نفسه مع جاره مع ابن منطقته المنطقة المجاورة. صحيح أستاذ محمد، هذا يحتاج إلى إجراءات، هذا المبدأ الأول، هذا يحتاج إلى إجراءات، مبدأ البرلمان، البرلمان يسن ويشرع قوانين للتعايش. لا هذا يحتاج إلى إجراءات حكومية، يحتاج إلى إجراءات أمنية حقيقية من أجل السيطرة على أي حادث ممكن يكون في البلد. هل تتعامل القوات الأمنية بطريقة يعني زيها ضمانات لإيقاف مثل هذه الأحداث؟ الحكومة ضعيفة. اسمح لي، متى ما كانت الحكومة قوية تكون هناك ضمانات. الحكومة للأسف ليست قوية، والضعف ليس ناتج عنها بل ناتج عن التركيبة السياسية الاجتماعية العراقية. الحكومة لو كانت قوية كان فرضت إرادتها، لكن كثر التوجهات، كثر الميليشيات، توزيع السلاح هنا وهناك، الغير مسيطر عليها، هذه تكون نتيجته. ونفس الشيء حتى بالنسبة لي الاعتداءات الخارجية اللي تحدثت عنها قبل قليل جنابك، قضية قصف القوات الأمريكية لبابل والصويرة الليلة الماضية، حقيقة لو كان هناك عندنا أجهزة رادعة وأسلحة ردع حقيقية لما تجرأ الأمريكان وغيرهم على خرق السيادة العراقية. أقول خرق وعندي معلومات تؤكد بأنه خرق واعتداء غير مبرر بواسطة اتفاقيات، بواسطة آخر اتفاقية جرت بين العراق وأمريكا. شنو هاي المعلومات؟ بتحديد مسارات كل منهما وما يسمح لكل منهما باتخاذه. شنو المعلومات أستاذ محمد؟ نعم؟ شنو المعلومات؟ قلت عندي معلومات. عفوا لم اسمعك جيدا. قلت عندي معلومات. الاتفاقيه الامنيه الاخيره بين العراق وامريكا، هل تسمح الاتفاق؟ نعم كان هناك اتفاقيه بين العراق. نعم نعم نعم، الاتفاقيه الاخيره بين العراق وبين امريكا، كان هناك اجتماع في البنتاغون لوفد عراقي مع وزاره الدفاع الامريكيه، وضعت فيه خطوط أساسية عريضة للتعامل بين البلدين، أهمها فصل الساحة السورية عن الساحة العراقية، وكانت هناك موافقة أمريكية على هذا الجانب. اثنين، عدم السماح لدخول طائرات أمريكية إلى العراق إلا بعلم الحكومة العراقية، وعلى أن تدخل غير مسلحة غير محملة بالصواريخ. هذا كله يعني أؤكد لك على هذا إن البنديين وعوف الباقي باقي الاتفاقية. هذا بحد ذاته عندما وافقت الحكومة الأمريكية على هذا بشكل رسمي كاتفاقية ومن ثم تأتي لتضرب بهذه الطريقة، فوالله هذه فوقية، هذا اعتداء سافر، هذا تجاوز بكل الأعراف والقيم الإنسانية والدولية والقانونية. زين دكتور غالب، بين هاي المعادلة اللي عندنا، السيد النائب يقول لك عندنا اتفاقية وممنوع يدخلون الأمريكان بطائراتهم إلا بموافقة عراقية، بينما عندنا هسه أيضا الحكومة تقول عندنا مستشارين، وزير الدفاع الأمريكي يقول انقتل يعني انجرها وعندنا جنود، وإحنا هاي خامس مرة نتعرض إلى قصف داخل العراق. شوف أستاذ، إحنا أول ما شكلت هذه الحكومة صار اتفاق، وهذا سمعته من تصريحات رسمية من الفصائل وتصريحات رسمية حكومية، على أن الحكومة تتولى التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية لإخراج القوات الأمريكية، والسيد رئيس الوزراء نفسه ومستشاريه وحسين السيد الدكتور حسين علاو، يمكن 30 مرة سمعته، والمتحدث باسمه السيد العوادي قالوا لا توجد لدينا قواعد عسكرية. أنا أصدق الرواية الحكومية بأنه لا توجد عندنا مستشارين.
يفترض لا يوجد عندنا قواعد. هم يقول الحكومه تقول انا مو يقول عندنا الحكومه تقول عندنا مستشارين. عندنا مستشارين ولذلك حمايتهم واجبه. الولايات المتحده الامريكيه حذرت العراق بانه في حاله عدم حمايه قواعدنا راح نستخدم القوه. الاشكاليه هنا انا شخصيا مع عدم وجود هذه القوات مع اخراجها، لكن اذا كان قصفها وجرح جندي امريكي يتسبب في مقتل عراقيين اعتقد لا اتفق مع هذا الامر مطلقا. اللي اتم اللي لابد ان يكون زين اتركوا الحكومه تمضي في تنفيذ اتفاقاتها ما دام الحكومه اطاريه وانتم الاطاري وهذه الجهات التي ربما التي تعلن صراحه انها تستهدف القوات الامريكيه هي لها اسهم في هذه الحكومه وهي داعمه لهذه الحكومه. اذا هذا الذي يحدث هو يقوض فرص الحكومه في النجاح وتحقيق مراميها الكثيره. يعني واحده من الاشياء التي تتحقق فيها يعني تتوقف منها في من التحقق هو عدم رغبه الشركات الاجنبيه من الدخول للعراق بسبب ما يحصل الان واضعافها شعبيا وتكون هذه الدوله رخوه وثقتها العالميه اخرى. هذا الهدف الاول. النقطه الاخرى اذا كان الاخوه في المقاومه يقولون وجود القوات الامريكيه غير يتبنوه ليتركوا القصف المتقطع ويتخذوا قرارا بالمقاومه المباشره واستهدافها بشكل واضح اعلان ثابت واخراج القوات. هسه اكو اعلان ثابت لان احنا هسه حاليا اكو اعلان ثابت. لا اعلان ثابت اعلان اي واضح. اقول لك يعني القضيه تصير بطريقه صاروخ كل اسبوع يعني هاي مو هاي ما تحقق اهداف. حتى الشيخ سماحه الشيخ قيصر الخزعلي اعتقد سمعنا خطابه كان يستنكر هذا الامر يقول بما انه لا تؤدي الى الاغراض المطلوبه علينا ان ننتظر او نقاوم الامريكان بطريقه اخرى ونسمح للحكومه بالتفكير بهذا الجانب. وين كان اليوم البيان كان قاسي من العصايب من سماحه الشيخ قيصر الخزعلي اللي انا اريد اوصله. اما نترك الدوله تسير بطريقه كدوله وتنفذ ما تريده والدوله اللي تقول مو هاي مو قواعد هاي مستشارين ممكن يطلعون في سنه سنتين ثلاثه ونحدد افق معين وزمن محدد او لا خلينا نقطع هاي القضيه اليوميه صاروخ لا لا نكملها مثل ما هجوم كامل يعني وخلاص. قوات تمتلك الفصائل تمتلك سلاح وتمتلك جيش وتمتلك قدره عاليه والقواعد الامريكيه محدده وواضحه وقابله للاصابه حتى ننتهي من هذا الموضوع لان يعني الشعب العراقي حقيقه يرفض هذه القضايا يعني المتقطعه لو اي لو لا. الحرب المستمره على الشعب تاذي الشعب. بس هذا تكتيك حرب. هذا هو يقدر هذا هو ازعاج يقدر. هذا ازعاج فقط لازعاج القوات الامريكيه. هو يقدر شلون مو هاي حكومه شلون يتعامل ويا الامريكان يعني هسه مره يضربهم منا مره يطلع لهم من هاي الصفحه مره يضربهم مره كذا. احنا متفقين انه الولايات المتحده الامريكيه لا تريد لك الخير وهي من جاءت بال 2003 جميعنا كنا نشاهد كيف تفتح المحلات وكيف البنوك والى اخره ولا تسعى للنظام. لكن بما انه صارت واقع حال وبما ان هناك من جاء بالامريكان وبما انها حكومه الان عندها وجهه نظر معينه اعطوا مجال للحكومه في هذا الجانب خل تتصرف. يا اخي اعطوا مجال لكل الحكومات ما طبقت قرار البرلمان باخراج القوات الامريكيه من العراق. صار سنه اسالوها للحكومه سالوها للحكومه وعندكم نواب بالبرلمان ليش ما طبقت القرار اللي صوت عليه اغلب اعضاء الشعب مثل ما ذكر استاذ حيدر. انا لا اتفق واقولها بصراحه بدون مجامله لو تبدا شامله لو نترك للحكومه القرار باتخاذ الحوار مع الولايات المتحده واخراجها. هسه هي متروك لها الحوار مو متروك لها ترى بس بنفس الوقت اكو مقاومه يعني تضامنا مع الحكومه مع ما يجري في غزه. انتظروني عندي خطوط كثيره مع الولايات المتحده للحوار والا الولايات المتحده شنو ذنب هاي الشباب اليوم ميت 10 و15 شهيد ساقطنا من شبابنا. زين والله ما ادري شو اقول. ايه لا تقول حبيبي استاذ حيدر يعني ما ادري انا لو انت دعم الحكومه لو صرت لا مو ادعم لا تحرش واجب الحكومه مو ادعم شوف هذا مال لو او لا الحكومه واجب عليها واجب رئيس وزراء يسمعني واجب عليها. شوف انا بقضيه دماء العراقيين وبقضيه السياده لا اجامل ولا ها وها لو هيك لو هيك خلاص المقاومه حق مشروع لا اني ولا انت ولا غيري يقدر يمنعه ولا حتى الحكومه. هذا قرار شعب. امريكان ما محتاج عمان هنا ما محتاج وجودهم كقواعد عسكريه حكومه ونواب اخي جاي يقتلون ابناء شعبنا جاي يقتلون ابنائنا فرضوا عليه حصار بالتسعينات
مليون واحد من العراقيين راح اجوا يدمروا البلاد والعباد، واخرها وليس مؤخرة قبل يوم، واحنا بعد ايام نمر بذكرى شهداء القادر رضوان الله تعالى عليهم. شنو امريكا؟ شنو امريكا؟ على اي اساس؟ انا بالنسبه اقول مع امريكا تحترم سيادتي، تحترم قراراتي، تحترم بلدي، تتعاون وياي وتتعامل كدوله، ما عندي مشكله زي. اما تريد تقتل ابناء بلدي، اولا الشيخ قيس ما قال انه ادان الاتفاق وقواعد الاشتباك بالنسبه لخط المقاومه، هو انه لا يتم التعرض الى السفارات الدبلوماسيه، والمقاومه اعطت مساحه للحكومه العراقيه لمده سنه واكثر من اجل التفاوض. مو الحكومه الان فقط هي القضيه يم الحكومه، الولايات المتحده ما تحترم قراراتها. قبل قليل اتقلت اكو اتفاق صار، والاخ مستشار رئيس الوزراء خالد استاذ دكتور خالد وزير الدفاع، والاخ رئيس اركان الجيش كانوا في الولايات المتحده الامريكيه. هل طبقت القضيه الولايات المتحده الامريكيه؟ هسه مره تقول قاعده ومره تقول مستشارين، خلينا نفتهم قاعده لو مستشارين. ومن قاعد يقول؟ من يقول؟ الحكومه. الحكومه قاعد تقول. اخي الامريكان يقولون قاعده. ايه. الحكومه تقول مستشارين. قبل قليل استاذ غالب قال قاعده. لا بحسب راي الامريكان. لا قصدي انا هسه روايه الامريكان ما اعتبرها فلس. زين. لان هو عدو بالنتيجه. انا اعتبر امريكا شر مطلق. تمام، الحكومه العراقيه تريد مساحه حتى تتفاوض. جيد. الحكومه العراقيه تريد علاقات مع واشنطن العراقيه، وبنفس الوقت تريد علاقات مع الفصائل، تريد تحافظ على السياده. ايه؟ تريد تحافظ على ابناء بلدها، تريد تحافظ على مؤسساتها. ايه؟ وتريد تكمل المشوار، تريد مرحله بناء وعطاء، وهذا حقها. تمام. بنفس الوقت الامريكان دا يحرجون الحكومه، مو الحكومه مو الفصائل، هذا مشكله. انت ابن بلدك دا يدافع عن ارضك، الفصائل ما راح تعتدت على 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 بلد خارج البلد العراقي. ما تجاوزت حدود، يعني ما راح تتجاوزت حتى نقول والله لا هاي الفصائل حقيقه تتدخل بشيء اخر. تمام. يقول لك احنا القواعد الامريكيه اللي موجوده بالعراق هي بموافقه الحكومه العراقيه. اخي ماكو موافقه، كذب. ليش ما تطلع الحكومه العراقيه تقول ماكو موافقه؟ عزيزي الحكومه العراقيه هي نفسها كلهم قالوا مستشارين. لا انا احكي العباد يقول كانوا اصلا يدخلون عن طريق رسمي ويفوتون. هذه ذيك الفتره، فتره العبادي، وانا سأل الرجل بذاته. زين. يقول خليك اللي من عندي. اللي طلبناه في وقتها دعم جوي واستشارات واسلحه للطائرات اللي افصل. روح راجع وشوف ايش قال ابو مهدي المهندس رضوان الله عليه. ثلاث اشهر ما انطونا قنبرة هاون واحد، ما انطونا أي شيء. إيران جت دعمت العراق. زين. المشكلة هنا إحنا اليوم إلى متى يبقى هذا المسلسل المستمر؟ خلي تقعد الحكومة العراقية، وإحنا كنا ثقة بها وثقتنا برئيس وزراء عالية، والرجل يريد وعنده نية، خلي يقعدون يقولون يا بسقف زمني لمدة سنة، المدة تسع أشهر وننسحب. أنا متيقن متيقن أنه الفصائل راح تنطي هذه القضيه. تدري الهدنه ايش قد استمرت؟ احنا ليش لسه جد عندنا؟ شنو اللي صار هسه؟ صارت غزه. ايه. طيب انت تقول لا خلي تصير حرب مواجهه، اول واحد جنابك تطلع تعترض تقول لا البلد بحاجه لاستقرار، ما يصير. شلون تروحون تواجهون الامريكان؟ خلي الحكومه تفاوض. انا هذا رايي، هذا رايي اليوم وبعد سنه وبعد شهر. قصدي قصدي الى الحكومه تفاوض. المقاومه مو تمشي بمزاج فرد او فردين، الشعب العراقي يريد. وضح وضح لي، انا بدي افهم هسه الحكومه حكومه الاطار. صحيح. زين، قيادات الاطار اغلبهم قاعد يطالبون بخروج القوات الاجنبيه من العراق. طيب صحيح. مو المفروض هي الحكومه تشتغل على الموضوع لو لا؟ تشتغل. زين، ذول قيادات الاطار منين منين قاعد يطالبون؟ اخي امريكا ليش التزموا بوقت المالكي وطلعوا؟ انا اقول لك ذاك الوقت نفس الحاله، اكو تعدد ادوار وحده هدف. ذاك الوقت كانت المقاومه بصراحه قوية جدا، والان بعد اقوى. اللي صار انه في تلك الفترة ما كانت المقاومة تمتلك نفس القدرات اللي تمتلكها اليوم. زين. كانت اضعف، يعني اقصد اقل قوة، اقل عدة، اقل كذا، اكو مشكلة كانت. اليوم المقاومة لها قدرة عسكرية كبرى ووجود وكيان. الاحترام اللي دي يصير انه تتصور مقاومة يعني ما تعرف مساحة العمل الحكومي، ما تحترم هاي المساحة، ما تعرف، ما تعطي مساحة للحكومة أن تتحرك. لا، مساحة موجودة
وهذا نقطة الالتقاء. هاي العمليات ما تشكل إحراج الحكومة اللي قاعد تقوم بها المقاومة من قصف القواعد. أكو قواعد اشتباك. إيه. أكو قواعد اشتباك معروفة عند المقاومة. إيه. ومعروفة حتى عند الأمريكان. الأمريكان دا يخرقون قواعد اشتباك وما يعني بصراحة ما ينفذون أي اتفاق. إيه. ألزموا بنفسهم. بدليل الحكومة اليوم بيانها أنت قرأتها. دا تقول هذا انتهاك للسيادة واعتداء وتجاوز. بنفس الوقت هذه مشكلة حقيقية. أنا أقول لا كل شيء حمله للحكومة ولا كل شيء حمله للمقاومة. إحنا هالحق هالبلد. زين. لا نجي نصطف ويا الجانب الأمريكي ونقولهم لا والله مفروض طعنة شايف هاي طعنة خفيفة وضربوا بس لا ماكو شيء ماكو منطق. ماكو عراقي يمتلك ذرة من العراقية يقبل بالاعتداء على بلده من أي جهة كانت. تمام. من أي اسم كان. تمام أستاذ محمد القرار وين لحد هاي اللحظة؟ كل ما ننضرب كل ما ينضربون أولادنا صحنا قرار إخراج القوات الأجنبية. زين رؤساء الوزراء كلهم من نفس المكون من نفس الكتل. يعني إذا تروح من صدر القرار لحد الآن اترك الكاظمي يقول يعني الكاظمي ما له علاقة بالموضوع. حس الكاظمي يقولون عليه أمريكي علاقاته بالأمريكان. دول رؤساء الوزراء ليش ما حد وقفهم وقالهم وين القرار وين قرار إخراج القوات لحد الآن ما مطبقينه ليش؟ أخوان هذا السجال الحقيقة يختصر بكلمتين. أولا لا قواعد أمريكية ولا وجود ثابت للأمريكان. الآن الأمريكان باقين على أساس مستشارين ومدربين، والاتفاقية الأخيرة حددت يجب إخراج القوات الأمريكية بشكل تدريجي. خلي لي خط الحمر تحت كلمة تدريجي لحين إتمام إخراج القوات الأمريكية. هذا العمل الحكومي. لكن اللي يجري الآن يا أخوان عملية فوقية هيمنة سيطرة فرض قوة استعلاء استقواء من الجانب الأمريكي على الجانب العراقي. نقطة رأس سطر احنا ظن تعارك أنه الحكومة يعني تهادن أمريكا وتبقي قوات، أو أن الحكومات غير وطنية وتسمح للقوات الأمريكية بالبقاء. لا أخوان على اختلاف رؤساء الوزراء اللي أتوا الكل تنادي بإخراج القوات الأمريكية، وفي زمن المالكي تم إخراج القوات الأمريكية وتم الاستعانة إبقاء قسم منهم تحت ذريعة التدريب والمشورة. اليوم الحكومة حكومة السيد السوداني بالاتفاقية الأخيرة اتفقت على أن يخرج حتى المستشارين تدريجيا. لكن اللي يحصل أخوان ترى عليا من الجانب الأمريكي عنجهية تعدي تجاوز. أمريكا عندها أهداف بالمنطقة تريد توصلها تفرضها، عندها رؤية تريد تفرضها. المقاومة اليوم ضد التوجه الأمريكي، فتضرب المقاومة بأي صورة بأي ذريعة بوجود ذريعة أو بدونها. أمريكا دولة يعني اختارت لنفسها أن تكون ند لله سبحانه وتعالى. يقول ويجعلون لله أندادا. أمريكا خلت نفسها ند لله سبحانه وتعالى، تمحو من تشاء وتزيل من تشاء وتحرق من تشاء. أخوان القضية بهذا الاتجاه. بس أمريكا تتصرف بعنجهية. عام 2011 أمريكا بعيدة كل البعد عن الإنسانية وقيم الإنسانية. زين ليش الآن الأمريكان يتعاملون بهذه الطريقة مع العراق؟ المفروض أن الأمريكان استراتيجيتهم المتجهة للعراق هو الاستقرار. أستاذ محمد ليس من مصلحة أمريكا استقرار العراق صدقني. نعم ليس من مصلحة أمريكا استقرار العراق طالما هنالك إيران قوية وهنالك حزب الله في لبنان قادر وفاعل، وهناك سوريا الـ يعني يجب على أمريكا أن تقطع هذا الحبل أو هذا الامتداد أو هذا اللي اسماه العاهل الأردني بالهلال الشيعي. يجب أن تضع حد إليه وفاصل إليه. اختارت أن يكون الحد الفاصل للعراق يعني تقوم بضرباتها بالعراق
استخفافا منها وعلية وبلا ضمير وبلا إنسانية. سيادة النائب جنابك كلامك كله صحيح وفيه صواب. أستاذ محمد، من أعطى السلطة للأمريكان أن يفرضوا قواعدهم ويفرضوا وقت وضعهم على العراقيين؟ هنا المشكلة، يعبر محيطات وقارات ويجي يجلس ببلدي ويتحكم ويقتل أبنائي. حلو هذا. لا هو يجاوب صالح. اي نعم، اي نعم، نعم. وبالتالي جنابكم كمجلس نواب، انا اطلب من جنابك ومن اخوانك في مجلس النواب تكون لكم وقفه. الذي يحصل على تعليق صوره في الشارع، انا اطلب من جنابك الكريم ومن اخوانك في مجلس النواب بكل صفاتهم بكل عناوينهم ان تكون لكم وقفه حقيقيه اتجاه هذا الاعتداء المتكرر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، هذه الشر المطلق التي جثم على قلوب يعني العراقيين. زين. سيد الكريم، ليس فقط أمريكا، عندك تركيا في شمال العراق يوميا تعبر الحدود والسيادة العراقية، مرة تعبرها جوا، مرة تعبرها أرضا، مرة بواسطة القذائف والمدفعية. السيادة العراقية مخترقة. هذا السبب إلى يعني هذا الواقع إلى سببين. السبب الأول نحن في الداخل، نحن شتات. السبب الثاني أنه تسليحنا صار عن طريق أمريكا وشركات أمريكا وحلف الناتو، اللي بالنتيجة بالمجمل أنه كل سلاح يصدر عن بلدان الناتو يكون تحت سيطرة الناتو، وبدليل طائراتنا هسه اليوم الأمريكية اللي جاثمة على الأرض، شركة قفلت الباسوردات وطلعت بخلاف على مبلغ الصيانة، اليوم الطائرات صارت حدايد على القاع. شنو هذا؟ ما يصير يعني، يجب أن ننوع مصادرنا، نتجه نحو الشر. بحيث إذا طائرة الباسوردات طلعت كون عندنا شيء يردعها. شنو فقدت الباسوردات وطلعت؟ شنو الشركه اللي فقدت الباسوردات وصارت قفلت الباسوردات؟ قفلتها شركه الصيانه، شركه امريكيه. نعم، شركه الصيانه شركه امريكيه، عندما ساهل الامر قفلت باسوردات وطلعت، خلت طائرات جاثمه على الارض، وهذا يعني هذا 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 هنا قمة الكارثة. يعني هي شركة أمريكية متخصصة بصيانة طائرات F-16، لما اختلفت ويا اختلفت مع الحكومة لو شنو بالضبط؟ اختلفت على مبالغ الصيانة. صوت أستاذ محمد تسمعني؟ خلي يصفن الصوت. تسمعني أستاذ محمد؟ اختلفت على مبالغ الصيانة. صوت غير واضح استاذ. زين، اختلفت على مبالغ الصيانة؟ على مبالغ الصيانة. ايه؟ هي شلون؟ هي شوف عذرا، امريكا دت هيمن عليك اقتصاديا. لا لا، بس قبل كل شيء وضح لي هاي القصة. هي احنا عندنا طائرات F-16. ايه، والشركة F-16 هم هسه شنو مكلمين؟ قالها رئيس الوزراء اكثر من مرة واحنا سألناه. زين. انه هاي الطائرة F-16 ما بيها موجه ليزر. ايه. موجهات ليزر ما بيها. تمام. اجى رئيس الوزراء حتى نخلص من هاي القصه، تعال يا سيد وزير دفاع، احنا ايش قد نحتاج مبالغ حتى نجيب طائرات؟ واحنا ليش نطلب طائرات دعم مثلا من التحالف الدولي؟ على مود هذا الموجه ترى، لا اكثر ولا اقل. زين، مبالغ الصيانه الشركه الامريكيه تريد تبتز الدفاع او الوزاره وتطلب مبالغ عاليه لصيانه هذه الطائرات. زين، احنا عندنا بديل، بديل ان نستورد من كوريا. تمام، من الدفاع ما قبله فاضطرت ان ادارته جهه واحده. اي، توقفت الى فتره. لا هسه صار حديث وياهم ومفاوضات. ايه؟ المشكله هنا لا، مو يقول تحولت الطائرات F-16 الى كومه حديد. سؤال، لو عندنا منظومه دفاع جوي على الحدود، اكو رجال، اكو طياره تقدر تعبر. زين، تركيا هسه بس امريكيه. بس ردت هاي المعلومه، يعني طائرات تحول، يقول لك تحولت الى كومه حديد من راحت. لا مو بس شركه، اكو عندنا غير طيارات كذلك، عندنا مشكله حقيقيه في هذا الجانب يحتاج الى معالجه، والرجل قائد عام قوات المسلحه يريد يعالج هذا الموضوع. زين، ملف التسليح ملف مهم. تمام، احنا باتجاه، هناك من يقول انه احنا باتجاه سيدنا الدكتور حيدر، يقول لك انه الامريكان هم يريدون هاي القصه، لا قصه انضربه ولا قصه كذا، هم بالتجهين باتجاه
خلخلة الاستقرار بالعراق وما يريدون العراق يستقر، وهناك توقعات باستهدافات أخرى في الأيام القادمة. هذا المتوقع دائما نقوله ونكرره. أنا سأقدر حرقة أستاذ حيدر، لكنه الحكومة للإطار، النواب عندهم أغلبية من الإطار، واحد منهم سيد الشمري، يا أخي طلعوهم دبلوماسيا عسكريا، علي من الحرقة؟ علي من؟ أنا أقدر أطلعهم؟ أنت حضرتك تطلعهم؟ ما نقدر نطلعهم أنا وأنت، لأن ما مو شغلنا. خوانا طب لابد هسه من النائب. النائب مو بيده. باختصار ما عندي وقت. النائب مو بيده، أكو كتلة سياسية تدير هي اللي تقرر. جيد، أنا هم نفس الحالة، ندعو ونطلب. يلا ادعو سيد المالكي والشيخ الخزعلي وحقوق والفوز والسنة. يحجون قبلها قبلها. كمل بس دكتور حيدر خليك كمل كلامك. اي خلي يقعدون ويطلعون، مو بس يستنكرون، هذا الاستنكار بعد ما ينطلع علي يعني. انا اريد لو انت الحكومه الان بيدك هسه، لو نفترض الحكومه مال التيار الصدري، لو حميد الغزي رئيس وزراء، لو حاكم الزامل رئيس وزراء، سووا بالان على ذاك الوقت سووا، ما صار عندنا رئيس وزراء، ما صار عندهم مو عندنا. هاي تجي كلمه ها ما صار اي ما انا الشر اقول لك انا اذا انا مو من التيار، بس اشرف انه انا في يوم ما كنت مع السيد محمد صادق الصدر رحمة الله ورضوانه عليه، الشرف اليوم قصد وغدا وبعد غدا، ولكن الحقيقة أقول لك الموضوع أنت هسه ذكر النائب، بس خلي أعطيك هاي جزئية مهمة علي من هالحرقة. لا تحرق روحك، ليش بحرق؟ هذا بلدي يا أخي، أبناء بلدي، يا أخي يمك الأمر بيدك، مو يمي أنا، لو يمي باكر أطلع من على والديهم، لا عاد بيد خلينا نحكي، مو يمي بيد أردوغان، لا مو بيد أردوغان، أنت عندك جزئين من المكونات السياسية بالشعب العراقي، لا الكرد يرضون ولا سنة يرضون يا أخي. عندنا 186 نائب شيعي، طلع المستقلين عندنا 167. أخي مو بيدك جاي، أنت مو تقول هو القرار موجود، خوف يا أخو القرار موجود، الحكومة موجودة. إي أنت أخي قرار من، لا تدري شو يقولون؟ خلي قول أمريكان، قول أكو مصلحة للدولة العراقية. أنا مع الأمريكان، أنا مع رأي الحكومة العراقية في أن تتفاوض مع الحكومة الأمريكية بإخراجهم بزمن معين. شكراً دكتور غالب، شكراً دكتور غالب الدعمي، شكراً أستاذ محمد الشمري، شكراً دكتور حيدر البرزنجي، أشكركم مشاهدينا الكرام، في أمان الله.